استيعابك لمحتوى الحلقة دي هيساعدك إن شاء الله في إنك تتعلم بشكل أفضل، بالإضافة إنك ما تستغلش باسم العلم. في الحلقة دي هنتعلم مع بعض إزاي نفهم لغة العلم وإيه مكونات المعرفة العلمية، وهنجاوب على أسئلة زي يعني إيه نظرية ويعني إيه حقيقة ويعني إيه قانون، وإزاي النظرية تكون علمية وإيه أصلاً معنى نظرية علمية. فيلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول مكون من مكونات المعرفة العلمية هي الحقائق، والحقائق هي ظواهر أو معلومات ثابت صحتها ويمكن لأي باحث ملاحظتها والتأكد منها، وبتتميز إنها خاصة، يعني حقائق منفردة، كل حقيقة مستقلة بذاتها، زي مثلا إن الشمس تشرق من المشرق، أو الماء يغلي عند 100 درجة. والحقائق نوعين، حقائق مطلقة وهي حقيقة واحدة فقط، يتفرع منها حقائق أخرى مطلقة. فالحق المطلق هو الله عز وجل، أو الإله في أي ديانة عموما، أو الطبيعة أو القوى الخفية أو الطاقة عند اللادينيين. والحقائق المطلقة الفرعية هي التي تنتج عن الحق المطلق وهو الله عز وجل. ومعنى كلمة مطلق إنه ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان. فالله عز وجل هو من أحاط بالزمان والمكان، وما ينتج عن الحق أو يخبر به فهو حقيقة مطلقة فرعية، زي مثلا كل نفس ذائقة الموت، فدي حقيقة مصدرها الله عز وجل، فهو الذي خلق الأنفس والحياة والموت. فالنفس حقيقة وموتها حقيقة، وده مطلق ومثبت ومشاهد، مفيش نفس ما بتموتش ولو عاشت 1000 سنة. مثال تاني، تعاقب الليل والنهار، دي حقيقة مطلقة، لأن الله عز وجل هو اللي خلقها ومش هتتغير مع الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تاني نوع هي الحقائق النسبية، ودي أي حقيقة مصدرها الإنسان أو ناتج عنه، ومعنى كلمة نسبية إنها ممكن تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الظروف. فمثلا غليان الماء عند 100 درجة مئوية عند مستوى سطح البحر، دي حقيقة نسبية لأن مصدرها الإنسان، ولو غيرت الظروف ممكن تتغير مفيش أي مانع. مثال تاني للحقائق النسبية، القاهرة عاصمة مصر. ومثال أوضح على نسبية الحقائق النابعة عن الإنسان، إننا كنا بنعتقد إن حالات المادة 3، صلبة وسائلة وغازية، ولكن العلماء اكتشفوا حالة رابعة هي الحالة البلازمية. تاني مكون للمعرفة هو المفاهيم، وهي وسيلة العقل في تصور الأشياء، والمفهوم عبارة عن تجريد عقلي. تجريد بمعنى إننا بناخد الصفات أو الخصائص الرئيسية المشتركة في مجموعة حقائق أو أشياء أو حالات منفردة في الواقع، ونطلق عليها اسم أو تصنيف كبير يضم الحاجات دي. وعقلي أي إنه فكرة في العقل فقط، مش موجود في الواقع، لكن ليه صور منفردة ومعينة بذاتها في الواقع. يعني المفاهيم هي أفكار وتصورات مجردة عن الظواهر والأشياء، وتوجد في العقل فقط. مثال، أي شيء يشغل حيز من الفراغ وله كتلة بنسميه مادة. فمثلا المعادن والرمال والصخور والأخشاب إلى آخره هي صور في الواقع للمفهوم العقلي اللي هو المادة. والمعادن والرمال والصخور والأخشاب دي برضه مفاهيم كلية لأشياء قد يتغير أشكالها وأحجامها في الواقع، لكن فيها قدر مشترك من الصفات. مثال تاني، لو عندك مجموعة من الزجاجات ممكن تكون مختلفة في الحجم والشكل، لكن في الآخر بتطلق عليهم كلهم اسم زجاجة. كمان المفهوم ممكن يكون مادي ومعنوي، زي مثلا مفهوم الصدق أو العدالة أو الخير والشر، فدي كلها مفاهيم ذهنية داخل العقل، لكن وجودها في الواقع بيكون عبارة عن حالات أو صور. مثلا الصدق يكون عبارة عن حد بيقول الحقيقة، فالمفاهيم هي اللي بتساعدنا على تصور الأشياء. عشان كده لو دخلنا في أي نقاش نقدي أو منطقي ضروري جدا نوضح تصوراتنا للمفاهيم اللي هنناقشها، ومن هنا قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والمفهوم ده ممكن نحط له شوية شروط أو إجراءات، يعني خطوات، عشان نتأكد من تحققه في الواقع. فلو حقق الشروط يبقى تحقق المفهوم. مثلا مفهوم زي رضا العملاء، لو قمنا بعمل بعض الأنشطة لتحقيق رضا العملاء، وعملنا استطلاعات رأي للعملاء ووزعناها عليهم وخدنا النتائج حللناها وقارناها ببنش مارك محدد مسبقا فلقيناها زيه أو أكبر، يبقى كده مفهوم رضا العملاء اتحقق. ولو حطينا خريطة أو صورة مرسومة لتنفيذ إجراءات المفهوم، بيظهر عندنا مكون تاني من مكونات المعرفة اسمه النموذج أو الدياجرام. وأحيانا كلمة نموذج بتستخدم بمعنى نظرية لما بيكون الغرض منه التفسير، ولكن هنا احنا نقصد بالنموذج الخارطة أو الصورة لتبسيط فهم إجراءات أو خطوات تنفيذ المفهوم وتحقيق الهدف أو تفسير المفهوم. يعني النموذج عبارة عن صورة أو رسمة أو مخطط الهدف منه التفسير والتبسيط بأقل درجة تعقيد. عشان كده هو اختزال للواقع، وممكن النموذج يضاف فيه عناصر فيكبر أو تحذف منه عناصر فيصغر. فالغرض الرئيسي من النموذج هو التفسير الميسر للمساعدة على الفهم. ومقياس تقييم النموذج مش إنه صح أو غلط، ولكن هل هو مفيد ولا غير مفيد، زي نموذج عجلة الاقتصاد أو نموذج الذرة. والميزة الكبرى للنماذج إنها بتسهل على الإنسان فهم وتذكر المعلومات وتسهيل شرحها. ثالث مكون من مكونات المعرفة هي التعميمات،
وهي وصف الحالة مشتركة بين مجموعة من الأشياء، والتعميمات هي نتيجة للملاحظة، فهي استنتاجات بتساعدنا على استخلاص معرفة عامة تطبق على حالات متعددة. ولكن التعميمات غير دقيقة ولها استثناءات، مثلا الفراخ أو الدجاج والعصافير جسمها مغطى بالريش، فعممنا إن كل أجسام الطيور مغطاة بالريش، أو كل الطيور لها أجنحة إلى آخره. مكون آخر من مكونات المعرفة هو القواعد، والقواعد هي وصف لكيفية عمل شيء أو للعلاقة بين شيئين، يعني إزاي نعمل حاجة معينة وإيه خطواتها وإيه العلاقة بين حاجتين أو أكتر، زي مثلا قاعدة الجمع في الحساب. فالقاعدة بتنص على إن أي عددين هنجمعهم أو هنضيفهم لبعض فحاصل جمعهم أكبر من قيمة كل عدد لوحده، يعني مثلا لو جمعنا 4 زائد 6 بتساوي 10، فالعشرة أكبر من الأربعة لوحدها وأكبر من الستة لوحدها. ولو قلنا إزاي نجمع 12 زائد 23، فالقاعدة بتقول حط العددين تحت بعض بشكل عمودي واجمع كل عمود لوحده من اليمين للشمال، فهيكون 2 زائد 3 بتساوي 5، 1 زائد 2 بتساوي 3، فمجموع 12 زائد 23 بيساوي 35. مكون آخر وهو المبدأ، والمبدأ هو تفسير لظاهرة واحدة معينة، الغرض منه إعطاء مفهوم لتفسير ليه الظاهرة دي بتحصل. يعني مثلا مبدأ الجاذبية، في تفاحة سقطت لأسفل باتجاه الأرض، فدي ظاهرة حقيقية، ليه سقطت في اتجاه الأرض؟ فالتفسير كان إنها سقطت بسبب قوة الجاذبية، فمفهوم الجاذبية ده هو المبدأ اللي من خلاله فسرنا الظاهرة. ولو خدنا مفهوم الجاذبية لمستوى أعمق شوية في الدراسة وسألنا ليه الأرض ما طلعتش هي للتفاحة؟ إيه اللي خلى التفاحة هي اللي تنزل للأرض؟ بالإضافة إن في قاعدة استنتجناها من ملاحظة الحقائق المنفردة إن أي شيء بيسقط في اتجاه الأرض. ده ياخدنا لمكون آخر من مكونات المعرفة وهو القانون. فلنفترض إن نيوتن لاحظ إن التفاحة تسقط في اتجاه الأرض باتجاه ثابت وتسارع معين، ولاحظ أيضا إن الكائنات منجذبة للأرض وإلا كانت الكائنات طايرة، ولاحظ إن الجذب بيحدث بالأشياء اللي ليها كتلة، وإن اللي كتلته أكبر بيجذب اللي كتلته أصغر، فطلع بفرضية إن الأشياء اللي ليها كتلة تنجذب لبعضها البعض، وإن الجسم اللي كتلته أكبر بيجذب نحو الجسم اللي كتلته أصغر، وبدأ يختبر الفرضية دي بالتجربة، فلاحظ حاجة تانية إن المسافة بين الجسمين بتأثر على النتيجة بطريقة معينة، فعدل الفرضية ورجع يختبرها تاني وهكذا، إلى أن توصل لقانون دقيق جدا بيوصف قوة الجاذبية، وكل ما يختبر القانون يطلع صح. فبقى عندنا قانون الجاذبية. فالقانون هو التفسير العلمي المؤيد بالأدلة لظاهرة متكررة، واللي بيساعد على التحكم في سلوك الظاهرة والتنبؤ به. فمثلا في الاقتصاد في قانون العرض والطلب، اللي من خلاله نقدر نتنبأ بتغير الأسعار لسلعة معينة أو دخول أو خروج أشخاص أو كائنات اعتبارية في سوق معين. ونيجي بعد كده لآخر مكونين معانا، هما الفرضية والنظرية، والاتنين هم أدوات تفسيرية وتنبؤية لمجموعة من الظواهر أو الحقائق أو القوانين اللي بينهم علاقة في مجال معرفي معين، ولكن بين الفرضية والنظرية بعض الاختلافات. فالفرضية بتيجي قبل النظرية، وبمعنى تاني النظرية هي فرضية حققت شروط معينة، فلما يكون عندنا مجموعة حقائق وقوانين في مجال معين ونحاول نفسر العلاقة بينهم بشكل منظم وبتفسير واحد منطقي يربطهم كلهم مع بعض ويقدر يساعدنا على فهم الظواهر والتنبؤ بها، فالتفسير الواحد المنطقي ده اسمه النظرية، زي مثلا نظريات نشأة الكون، أو نظريات قيام الدول وسقوطها، أو حتى نظرياتك أنت الشخصية في الربط ما بين الأشياء وتفسير ما لم ترى أحداثه كاملة. ففي بداية تكوين نظرية بنلاحظ مجموعة من الظواهر متكررة ومرتبطة ببعضها، وبنحاول نجمع أكبر قدر من المعلومات عنها، زي مثلا ملاحظة ابن خلدون لبعض الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلاقتها بقيام وسقوط الدول وأعمارها، وبعدين بنفترض تفسير للظواهر دي. التفسير ده اسمه فرضية، والفرضية مش تخمين بل هي تفكير عقلاني مجرد، وهي أقرب الاحتمالات المنطقية اللي ممكن تفسر الظواهر ويمكن اختبارها والتأكد من صحتها. فلو اختبرنا الفرضية سواء بالتجربة أو الملاحظة ولقينا إن النتائج لا تدعم الفرضية والفرضية مش قادرة تفسر الظواهر بشكل جيد، بنقول عليها إنها فرضية غير مدعومة أو خاطئة. ولو لقينا إن نتائج الاختبارات تدعم الفرضية وإن الفرضية قادرة تفسر الظواهر بشكل جيد، فبنقول عليها فرضية مدعومة وتتحول لنظرية. يعني النظرية هي محاولة الإنسان لتفسير مجموعة من الظواهر المعقدة من خلال تفسير واحد يربط الظواهر ببعضها
بشكل منطقي وعقلاني، زي تفسير ابن خلدون لأسباب قيام وسقوط الدول في عصره. لكن مش شرط النظرية تكون صحيحة، ففي نظريات مدعومة تتنافس مع بعضها، وفي نظريات كانت مفسرة في عصر معين زي نظرية ابن خلدون وغير مفسرة في عصر تاني. وهنا يظهر سؤال، إزاي نحكم على جودة النظرية؟ يعني إمتى نقول إن النظرية دي نظرية جيدة؟ أول حاجة إن التفسير يكون بسيط وشامل، قادر يفسر مجموعة كبيرة من حقائق وجزئيات النظرية إحصائيا ومقارنة بتفسيرات النظريات المنافسة. تاني حاجة، لو دعم بأدلة علمية جديدة، فلو ظهر أو اكتشفت حقائق أو اختراعات علمية جديدة تدعمه كان التفسير أقوى، زي دعم تلسكوب هابل لنظرية الانفجار العظيم على باقي نظريات نشأة الكون. وكلما كانت النظرية أقوى في مواجهة النقد كلما هيمنت أكتر. ثالث حاجة، إن النظرية تساعدنا على البحث أكتر وتكون قابلة للفحص. وهنا في سؤال تاني، إزاي تكون النظرية علمية؟ أهم شرط في علمية النظريات إنها تكون قابلة للتكذيب، وده معناه إن عشان تكون قابلة للتكذيب إنها تكون قابلة للبحث والنقد. فالنظرية نفسها مش حقيقة مطلقة، ولكن محاولة عقلانية للتفسير مدعومة بالأدلة، فأقصى درجات القطع بصحتها هو الظن. ولو كانت غير قابلة للتكذيب فمش هتكون علمية، لأن العلم هو تراكمي مستمر، والتفسير الذي لا يقبل التكذيب يدخل في الرجم بالغيب. فالعلم مبني على إن التفسير باستمرار يحمل معه احتمالات الخطأ، ومن خلال فهمك لطبيعة النظريات تقدر تكون تصور واضح وتقدر تفرق بين ما هو حقيقي وما هو افتراض ومحاولة تفسير وما هو علم. فخلاصة الكلام عن النظريات، واحد، إنها تفسير عقلي منطقي للحقائق وليست حقائق، ولن تصبح حقائق لأنها من نتاج الإنسان اللي الحقائق الصدر عنه كلها نسبية، وأقصى درجتها في الصدق هو الظن. اثنين، إن النظرية العلمية قابلة للتكذيب. ولو حبينا نرتب مكونات المعرفة من حيث الخاص للعام أو من المعين للمجرد أو من اليقين للظني، هينتج عندنا شكل هرمي قاعدته الحقائق ورأسه النظريات. فالحقائق هي الأكثر عددا والأقرب لليقين، والنظريات هي الأقل عددا والأقرب للظن. وفوق النظريات يوجد فلسفة العلوم، والتغير في فلسفات العلوم هو اللي بيؤدي لقفزات هائلة في تطور العلم. فدرجة الدكتوراه الأكاديمية PhD هي دكتوراه في فلسفة العلم، لكن الموضوع ما انتهاش لحد هنا. لسه ازاي نقدر نضبط العقل ونقيم المعارف اللي بنكتسبها ونميز بين ما هو غث وما هو سمين؟ وده موضوع السلسلة الجاية إن شاء الله، فتابعونا. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.